محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما أن تجعلنا الناس قوما لا ريب فيه إن الله لا يحب الناس. حتى الكلام النفس حيخرج. لا تفكر انما كل المكان حيطلع العقل. كلام النفس بالنسبه لي انا انت ليك نفس وليك نفس. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين امين. عند صفه الكلام، الكلام هو التمر والاصفار يعني البصر يعني. فجاب كده عشان ايه؟ فهو الاله الفاعل المختار. لو قال سلامه هو السمع والبصر كان حينفع يقول فهو الاله الفاعل المختار. كان قال مثلا فهو الاله الفاعل المقتدر مثلا. انما يعني كلمة للاحتيال الى كلمة الاختيار هنا عشان الفاعل. قال الفاعل بيقول ايه؟ يبين ان فعله باختيار. نظرا للاحتياج الى كلمة الاختيار فعدل عن البقر الى كلمة الايه؟ الاختيار المخلص. مولانا ممكن يقول الكلام بالكتاب برضو دايما ورد ذلك للسمع هو لا 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 هو بيتكلم على صفة وصفات الله تعالى ما فيهاش تعدد مش الابصار مش الابصار جمع من هنا الابصار مش جمع هنا المصدر خلاص كلامه هو السمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار فواجب تعليق للصفات حتما دواما ما عدا الحياة فالعلم جزما والسلام السامي تعلق على سائر الأقسام. هنبدأ اليوم إيه في صفة السمع. كنت عاوز نرجع للكلام ثاني. احنا حمدنا الله تعالى إنه خلصنا من الكلام في صفة الايه؟ كلام. ولكن حياتي بالتعلقات كلام مرحب. نعم. يعني كلام تنتهي الصفة يعني انتهاء كليا. ثم الكلام التي الحروف تيجي وراها. جاء لسه بقول لك يعني هناك كلام اخر في صفة الايه؟ كلام. الكلام. فاصبر صبرا جميلا. ولا تراه بعيدا. قريبا. في الشرح. وسادسها السمع وسابعها الإبصار يعني البصر. الإبصار يعني الايه؟ البصر ده هو. فقد أطلق اسم المسبب وأراد السبب مجازا يدل على مراده أن الكلام في المعاني. وكذا ما يأتي في التعلق ولو قال ثم البصر لكان أوضح. صفتي السمع والبصر مش السمع والإبصار. والسمع وذلك بيقول هنا تحت في الحاشية الشيخ السباعي بيقول ولو قال إلى يعني لو قال ولو قال ذلك لاحتاج إلى تغيير في الايه؟ في الآخر. يعني لو قال كلامه هو السمع حتى يجيبه كلامه هو السمع ثم البصر فهو الاله الفاعل المقتدر. يعني لو قال البصر لازم يغير الايه؟ المختار عشان الايه؟ الوجه. لكن الحاجه الى المختار امس لاجل الرد على الفلاسفه فارتكب ذلك لذلك. نعم. ذلك يعني؟ لذلك يعني؟ ارتكب الاختيار. ايوه لايه؟ لاجل ان ياتي بكلمه الاختيار. وضحت؟ وبعدين بيقول ايه؟ اطلق اسم المسبب واراد لا ده موضوع ثاني. فقد أطلق اسم المسبب وأراد السبب مجازا
يدل على مراده أن الكلام في المعاني، يعني الإبصار هو سبب الايه؟ البصر. نعم. عشان دي صفات معاني. وكذا ما يأتي في التعلق، ولو قال ثم البصر لكان أو السمع والبصر صفتان. هنا غاية على الكلام، الكلام صفة، القدرة صفة، هنا قال السمع مع بعض صفتان. لما يقول السمع صفة والبصر صفة مش أحسن؟ يشتركان في الاكتشاف عشان حاجة ثانية لسبب آخر جمع بينهما، بدل ما يفرض السمع صفة والبصر صفة قال والسمع والبصر صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات انكشافا تاما. والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم، كما أن الانكشاف بإحداهما يغاير الانكشاف بالأخرى. لما هنا قال صفتان أزليتان ينكشف بهما، هما تعريفان في قوة تعريف واحد. يعني بدل من يعرف كل صفة على حدة عرفهما تعريفا ايه واحدا، لكن هما في الأصل ايه لا هما تعريفين، هما صفتين، هما ايه تعريفان. فالسمع صفة والبصر صفة. والمانع هذا السؤال، لماذا لم يجعلهما تعريفا واحدا؟ والمانع من جعله تعريفا واحدا هو أن التعريف يجب أن يكون بحيث يصدق على كل فرد. افهم دي جيدا، التعريف لازم يصدق على كل فرد من أفراد المعرف. والتعريف عشان يصدق على كل فرد من أفراد المعرف لازم يكون اسمه جامع مانع مضطرب مناكر. ده ايه شروط التعريف. هنا التعريف يكون ايه جامع مانع مضطرب مناكر. فعندما قال التعريف يجب أن يكون بحيث يصدق على كل فرد، يعني معناها لا يخرج منه ايه فرد من افراد المعرف ولا يدخل فيه غيره. ده اسم تعريف بالحد. ده في حد تام وفي حد ايه ناقص، وفي تعريف بالرسم، رسم تام ورسم ناقص، وفي بعد كده انواع من التعاريف اخرى، التعريف بالمثال، التعريف بالتقسيم، التعريف اللفظي. والمثنى او المجموع كده، هنا بيقول لك صفتان لايه مثنى. نعم. او مجموع تقول صفات. نعم. لا يصدق الا على مثنى او مجموع لا على كل فرد فرد. افهم دي يعني التعريف اللي معانا هنا. هو بيقول لك لو افرد لازم التعريف يصدق على ايه على كل فرد خلاص على الافراد كلها. نعم. انما هنا التعريف لا يصدق على كل فرد ايه منفرد، وانما يصدق عليه بانضمامه الى غيره، يعني يصدق على المجموع كده وليس على الجميع. يصدق على ايه المجموع. المجموع. فلأجل هذا قال ايه جمعهما في التعريف، قال صفتان ازليتان. وايضا الجواب بالحد لا يكون الا عند إفراد المحدود في السؤال. خد بالك، يعني عشان تعرف بالحد لازم تفرد المحدود في السؤال، بخلاف ما إذا جمع مع المحدود غيره فإن الجواب إنما يكون بالقدر المشترك وهو الجنس. يبقى الجنس ده ما ينفعش تعرف معنى لأنه هيشترك فيه غيره، إنما إيه تعرف المانع يكون بإيه؟ جنس مع الفصل القريب. نعم. ده التعريف الإيه؟ المانع فيه الجنس مع الفصل القريب. يبقى مع لأنه اشترك زي مثلا نعرف الإنسان بصفة يشترك معه فيها غيره، يبقى نعرف بإيه؟
للجنس. انما اذا اردنا الحد يبقى لازم نجيب الفصل. الفصل اللي هو بيعمل ايه؟ عمليه حد. يعني هي معمل الحد يعني زي كانه شيء محدود يعني لا يخرج منه ولا يدخل فيه. او معنى زي قطعه ارض محدده لا يدخل فيها ملكيه الاخرين ولا يخرج منها من مما تملك لغيره، فيسمى حد حدود الارض. ولعن الله من غير الحديث تخوم الارض، يعني في ناس تعملها حواجز في الزراعه يشيلوا ايه حواجز ويحطوها في مكان ثاني بعيد عشان يضم له ايه حاجه زياده، ده ملعون لانه خرج ايه من نصيبي او من حق ايه غيري. يبقى لما جمعهما السؤال؟ ها؟ لانه مش هينفع يجيب بالايه؟ بالحد. فجاب التعريف اللي هو يشمل الايه؟ الصفتين مع بعضهما. يبقى الجنس فقط لا بالجنس والفصل الذي هو تمام التعريف لتباين الفصول. يبقى اذا جبنا الفصل ده في فصل قريب وفي فصل ايه؟ بعيد. الفصل القريب هو اللي بيعمل تباين يعني تمييز لهذا عن ذاك. يعني كله مشترك في ايه؟ في الحيوانيه. فايه الفصل هنا؟ الانسان نطق، الفرس فاهم، والناهق مثلا لانواع الحيوانات الاخرى. كل واحد يميز لكن الكل مشترك في ايه؟ في كون الحيوان. بعض الناس يزعل يقول لك الانسان ربنا كرم وانت تقولوا عليه حيوان. يا بني ادم بنقولوا حيوان ناطق، وكلمه حيوان هنا مش معناها المعنى العرفي، معنى لغوي يعني شيء فيه حياه حي. يعني قال تعالى ان الدار الاخره هي الحيوان، يعني معناها هي البهيمه الحياه الحقيقيه. فحياه حيوان يعني شيء حي، وقلنا ناطق والمراد بالنطق يعني مش معناها التلفظ بس العاقل اللي هو التمييز اللي هو الفصل ده. فالقدامى لا يتنافى مع قوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم. الم يقل الحق سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها؟ فلما هتاخذ الرزق رضيت بانك توصف بانك دابه عشان هترزق. انما انت تقول لا بعيد الجنان هنا فرقت كرامتك عشان رزق. وقال الله تعالى ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. فيعتبر خير الدواب مين؟ من امن. فيجوز اطلاق دابه وما من دابه. ولله يسجد ما من دابه. الله خلق كل دليل القران خلق كل دابه مما. من استطيع استثناء الانسان ليه؟ ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على رجليه. يبقى مين اللي بيمشي على رجليه؟ والاربعه كلكم مع بعض اشتركتوا في وصف الايه؟ الدابه والحيوانات. فعلماء المنطق يعني ما يعني لم يسيئوا او لم يهينوا كرامه الانسان ولا شيء. وقف وصف الكفار بينهم كالانعام بينهم. معلش يقول لك ده احنا مؤمنين بس. اقول له هات من الايه كل دابه مؤمن وكافر. لا يستثني شيئا. وقال انما جمعهما يعني قال صفتان ولم يعرف كل واحده على حده لاتحاد خاصيتهما. هذا الايام ايه الخاصيه بتاعت السمع والبصر؟ الانكشاف. لما قلنا عرفنا الانكشاف في العلم، وكلمه انكشاف ده بحسب يعني ما تساعد عليه العباره، لانه معنى كلمة ينكشف يعني كان غير يعني انكشاف، بس ليس كانكشاف الوحدتات انما بدون سبق جهل او بدون سبق خفاء او لا بداية كذا كذا، يعني معناها بس لنخرجها. يعني لما نشرح هنا لنفهم ما يميز صفة عن صفة او نعرف مدلول الصفة او شيء، لكن لا نعرف كم الصفات ولا هذا فوق فاقة فوق مثلا يعني عشان نفهم. يبقى جمعهما يعني ما حد يسأل يقول ايه في كل صفة؟ يقول صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة. وجاء هنا عند السمع والبصر قال صفتان
ظلت باستحابة خاصية بهما، يعني انكشاف الموجودات بهما. لما ممكن احد يسأل السؤال الثاني، عارفين السؤال الثاني؟ ليه ما ضمش العلم معه؟ ايوه ليه ما ضمش العلم معه؟ والعلم انكشاف. قال لك هنا افضل انكشاف بتاع دولة انكشاف يعني خاص بالموجودات بس، انما العلم متعلق بليه؟ بجميع الاقسام. بجميع الاقسام. هنا في اتحاد جنه، انما هناك ما فيش اتحاد. يبقى هنا مولانا في اتحاد في الشيئين، الانكشاف وانه متعلق بالموجودات. متعلق بالموجودات، انما هناك شيء واحد. شيء واحد، عشان يكون في شيئين ولا في شيء واحد. شيئين. فان قلت ده اعتراض ثاني او سؤال، اتحاد الخاصية يوجب صدق تعريف كل منهما على الآخر. لما دام اتحدوا في الخاصية يعني السمع صفة انكشاف، مش كده؟ نعم. صحيح انكشاف خاص بالموجودات، مش كده؟ نعم. يجب الأقسام الثلاثة. طب والبصر صفة ايه؟ انكشاف، مش كده؟ يبقى معناها كده، يبقى يصدق يعني معناها، عايز يقول لك تعريف السمع هو تعريف البصر، فلا يكون مانعا من دخول الاخر. يعني معناها لما يجي نعرف السمع يبقى معناها اضطر اقول ان نعرف البصر، يبقى هو نفس التعريف. عايز يقول لك كده، لكن مش هو نفسه. واضح كده؟ اذا اشتركوا في خاصيه اللي هي الانكشاف بالنسبه للموجودات، لكن اتحادهما في الخاصية يوجب ست التعريفين، يعني كل واحد منهما على الآخر. يعني ممكن نعرف بنفس التعريف اللي حنعرف به السمع نعرف به البصر. نعم. ده الاعتراف. تعال. بل يلزم دخول كل إدراك يحصل به انكشاف الموجودات. ده بس ده كمان مشكلة ثانية. يريد فقط يعني يبقى التعريف بتاع البصر هو تعريف السمع، ولكن حيدخل حتى الإدراك، كل إدراك سواء بالسمع. فضيلة مولانا دعوات سميتها أنا رحت النهاردة بس نسيت أجيب الورق. سلام عليك أنت جبالي. انا بس كنت بتنزل الهيك من الشيخ نفسي. وانت كل حاجه مع الوصول جبل يا شيخ، ربنا يكرمك. ويخش جزء من العلم كمان يا مولانا مثلا. فالجواب ده جواب مهم. يعني لما تيجي تقول تعريفهما ينكشف بهما، شو بهما؟ جميع الموجودات انكشافا تاما. خد بالك يعني انكشاف العلم الاستفاد كلها كاملة، انكشاف العلم تام. إذا معناها ايه الحاجة، يعني معناها فيش حاجة تانية عليها، فدي الحاجة الانكشاف التام. ما هو وبرضه كل الاستفاد تام، ده تام برضه. طب وين الحاجة ما دام تم الانكشاف؟ بمعنى انه ما فيش انكشاف اعلى من كده. يعني مثلا انت تعلم انه فلان ده صوته جميل كده، لكن ما سمعتوش. واحد قال لك بالصوت وكل الروح انت ما سمعتوش، اذا انكشف لك شيء من ناحيه الايه العلم. طب لما تسمع الصوت ده اذا زاد الانكشاف، اذا معناها تم انكشاف العلم عندك غير تام، يبقى تم بايه؟ بالتم. طب ولما تشوفه هو من اليمين اذا ده انكشاف زياده. لا لكن ده مش هو المراد بصفات الله. يعني معنى كده الاشياء منكشفه لله تعالى من ناحيه انه عليم او عالم بها، وانكشاف العلم تام. طب ما الحاجه يعني معناها انكشاف علمك انت غير تام، السمع حيزيدك وحتنضرب. يعني كنت ما قالوا صوته حلو ما انضربتش، علمته ومع ذلك ما اهتزيتش، لكن لما سمعت اهتزيت، اذا حصل لك حاجه ايه زياده. يعني معنى كده لما تنكشف الموجودات بالنسبة لله تعالى بالسمع، هل سيزيد الانكشاف اللي كان في العلم؟ لا، ده تام وده تام. ده الكلام ده عند مين؟ عند الموجودات. طب ولما راها بالبصر هيزيد؟ لا. امال ده ايه معنى كده؟ اذا كان الانكشاف بالعلم تام، والانكشاف بالبصر تام، والانكشاف بالسمع تام، الجواب ايه؟ السؤال ده محير طبعا. طيب انت
انت دلوقتي قلت لي الانكشاف في العلم كده يجب ان نؤمن ونعلم، غير الانكشاف بالسمع وغير الانكشاف بالبصر. يعني معناها الصفات دي ليست كصفاتنا، لما ننكشف بشيء يتم بالاخر حتى يكون اعلاها الانكشاف بالبصر مثلا، اعلاها معناها دي مراحل. انما بالنسبه لله تعالى ليست كذلك. ام ده انكشاف العلم انكشاف تام، وانكشاف البصر انكشاف تام، وانكشاف السمع انكشاف تام. ما معنى ذلك؟ الجواب ان ذاته وصفاته ادراك كنههما متعذر. ما احنا بالنسبه لنا كنا بنقرر بالنسبه لادراك كنه ذواتنا وحقيقتنا بنفهم به، اما بالنسبه لله تعالى ذاته وصفاته ادراك الكنه يعني الحقيقه متعذر، فلا يدرك منها الا ما دل عليه فعله. والدليل السمعي والذات انما دل على ثبوت الصفات فقط، وما دلش على الايه؟ على الكيفيات. دل على الثبوت، انما كيف ينكشف ما فيش فيها كلام. وغايه الامر ان تعاريف صفاته تعالى انما افادته، غايه الامر يعني اعلى ما يمكن ان تصل اليه عقول البشر، ان تعاريف صفاته تعالى انما افادت تمييز بعضها عن بعض. يعني كل اللي استطعنا نوصل ليه انه الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، وهما غير الانكشاف بالعلم، ولم تفد التعارف كنها الحقيقة، لأن كنها الحقيقة غير معلوم لنا. طب من لما كنها الحقيقة غير معلوم لنا عند التعريف ده مش تعريف. تعرفت يعني جيت لاخ قلت له انا ما اعرفش حاجه، يبقى فين التعريف؟ يبقى كانك لم تعرف صفه السمع ولم تعرف صفه البشر. ولا برسم قال لك الاقدمون لا يشترطون ان يكون التعريف مساويا للمعرف، بل يكتفون بما يحصل به التمييز. يعني الجماعه القدام ذوق العلم جرار تكلم فيه، مش شرط يكون احنا في المنطق لازم التعريف يقول لك مساوي دول حد ده. نعم. مساوي للمعرف يعني لا يزيد ولا ينقص، اللي بيسموها ايه؟ المساواة. الحد. هو الحد معناها المساواة. والمساواة تقتضي ايه؟ لا يدخل في غيره ولا يخرج منه غيره، المساواة يعني تتحقق بأربع شروط المساواة. يعني لكي يكون التعريف مساويا للمعرف تتحقق المساواة بأربعة شروط: أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا. جامع يعني يشمل كل الأفراد لا يخرج منها فرد واحد، ولا ما يقول جامع؟ طب مانع يمنع غيره من الدخول فيه ولا حتختلط. مضطرب يعني فيه لازم في الثبوت، كلما ثبت هذا ثبت هذا. يعني كلما ثبت التعريف ثبت المعرف والعكس. اما منعكس التلازم في النفس، يبقى معناها لا يمكن ان تعرف الصفات الالهيه بمثل هذه التعاريف المنطقيه، لانها عاوزه احاطه. عارف التعريف الجامع المانع المضطرد المنعكس، يعني معناها لم ندي احط به من جميع اطرافه، والاحاطه ايه؟ بصفاته تعالى غير ممكنه. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. مولانا حتى التعريف ده ممكن يتحقق في الحياه، يعني بعضهم نفى ان يكون في حد تم اصلا، صعب التحقيق حتى في الحياه. ما هو زي ما نقول لما نبحث في الكون هم من وراء الكون مش هنصل برضه الاسرار في انفسكم افلا تذكرون. بس ليه مش من كل وجه؟ هذا لا يعني ممكن التعريف المطابق لانه كل الوجوه ده ممكن، انما في وجه واثنين وثلاثه بتحول كثير، انما هنا ما فيش ولا حاجه غير فقط ايه؟ التمييز بس. كل اللي انت عرفته
انه له تعالى صفة يقال لها السمع مختلفة عن صفة البصر. وله صفة العلم مختلفة. يعني دي صفة ودي صفة اشياء. من بعضهم الكعب وبعض المعتزلة قالوا انه سميع وبصير يعني معناها علم. يعني قبل افضل الاكتشاف التام موجود في القلب. يبقى لما يقول سميع يعني معناها علم. يعني كانوا ما عندهمش صفة السمع والبصر. لأنهم أرجعوهما إلى العلم. ويقال لهما هذا إيه عبث أو هذا يعني جهل لا يليق. لأن الله تعالى لو كان السمع والبصر هما العلم إيه معنى قوله تعالى والله سميع عليم؟ يبقى عليم عليم مدام ده هو ده. يبقى معناها العلم إن القرآن يقول والله هو السميع العليم. يبقى معناها السميع غير الايه العليم. غير العليم. وانا مثلت ليك يعني علمك مثلا بانه فلاء او ان علمك بان هذا الشيء حلو غير لما تكون ايه تزوقت او غير لما تكون سمعت الصوت او غير لما تكون ايه رأيت. يبقى الانكشاف حتى في الحوادث المغايرة. بس المشكلة انه هنا في السابق هذا تام وهذا تام وهذا تام. ما دام التامنة معناها من كل الوجوه. يبقى معناها لا يمكن نفهم الحقيقة بعقولنا. يبقى معنى كده لا يشترط أن يكون التعريف هنا مساويا بل يكتفى بما يبين لنا التمييز يعني الفرق بينهما. إنه هذه الصفة غير هذه الصفة. التعريف لما يشتمل على ما يفرق بين السمع والبصر. حضرتك قلت لازم ان التعريف تكون مش وليكتفون بما يحصل به التمييز. ما معنى التمييز؟ يعني سميع يعني غير بصير. يعني انكشفت له الاشياء انكشافا من جهة السمع. يبقى هذا الانكشاف يغاير انكشاف الاشياء للموجودات من جهة البصر. لانه ما يتعلقش الصفتين دول بالايه بالمعدومات. خلاص هو بالموجودات. خد بالك الموجودات هيدخل فيها ايه هيدخل فيها القديم ايضا. مش فقط الموجودات يعني الحادثه هيدخل فيها ايه زمان هيدخل القديم وهيدخل ايه الحادث. لانه مثلا البصر مش بيتعلق بالموجودات الحادثه فقط بل يتعلق بالذات ايضا ويتعلق بالصفات. الم يقل تعالى إنه بكل شيء ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بصير قبل خلق الأشياء والعالم بصير بذاته وصفاته. هو بكل شيء بصير يدخل في هذا الشيء الذات وإيه وصفاته. بكل شيء على العموم ليس فيه إيه استثناءات. مش ممكن نقول هو انكشاف واحد ولكن يعني إذا نظرنا له من جهة الأشياء يعني تعلق الأشياء التي تسمع بس مسمى والأشياء التي تبصر لا تعالى حيقول لك حتى البصر يتعلق بالأصوات مش بالذي تبصر. أصبر يعني هنا فقط نريد أن نكتفي بما يميز يعني يفرق بين هذه الصفة وبين هذه ونعلم أنهما صفتان لا صفة واحدة وأنهما مغايرتان لانكشاف العلم. هذا الذي نريد أن نذكره. ليه؟ يقول لك وغاية الأمر أن تعريف صفاته تعالى إنما أفادتها تمييز بعضها عن بعض ولم تفد كنها الحقيقة لأن كنها الحقيقة غير معلوم لنا. شرفنا يعني لا يعلم في الحديث برضه لا يعلم الله تعالى على الحقيقة إلا الله. وحتى لو أطلع بعض ملائكته أو بعض رسله ولكن ليس على سبيل الإحاطة التامة. الإحاطة التامة لا تكون إلا له. فكنه الحقيقة غير معلوم لنا. والأقدمون لا يشترطون أن يكون التعريف مساويا للمعرف بل يكتفون بما يحصل به التمييز.
فالواجب ثبوت صفاته فالواجب ثبوت صفاته من غير معرفة الكنه أهدى الواجب عليه. الواجب عليك أن تعتقده هو إثبات هذه الصفات بس من غير معرفة كنها أو حقيقتها. ليه؟ لأن الواجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات وأن نثبتها على وجه يخالف صفات المخلوقات. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعدين السمع والبصر صفتان أزليتان. صفتان ايه؟ يعني هو تعالى سميع في الأزل وبصير وعليم وقادر قبل أن يوجد شيء. فواحد يسأل سؤال، أنتم بتقولوا الكلام صفة أزلية والسمع صفة أزلية والبصر صفة أزلية، طب لما هو سبحانه وتعالى في الأزل متكلم كان يتكلم مع مين؟ ها؟ بمعناها يقتضي أن يكون المخاطب يوجه إليه الكلام إيه؟ أزلي، تمام؟ يبقى هنا نرجع ثاني لصفة الكلام وحنقسم التعلقات. يبقى الكلام الجواب هذا السؤال إيه؟ في تعلق الصفة لا في الصفة إيه؟ نفسها. طب هو الإشكال في تعلق التعلق التمجيد القديم يا مولانا؟ ليه؟ اي اشكال فيه؟ هيبقى مع مين الكلام؟ تمييز قديم برضه. الجملة هو الكلام ازلي. نعم. تمام كده؟ والله تعالى الخطاب ازلي، ولما سيدنا موسى عليه السلام ما ابتدع كلامه من كلام ازلي. فانكشف الايه؟ الحجاب، ثم ايه؟ ازيل، اذا الكلام ازلي موجود. نعم. تمام؟ حتى ولو لم يكن هناك ايه؟ مخاطب، لكن وجود المخاطب اللي هو سيكون موجود فين؟ ليس في الوجود بتاعه ولكن موجود في العلم. نعم. فله وجود في العلم. ومن هذا الوجه زي القول للشيء، انما قولنا لو خدناها الحقيقه، انما قولنا لشيء كيف يقول لشيء والشيء لم يتكون بعد؟ اذا المخاطب مش الشيء في وجوده الخارجي ولكن في وجوده ايه؟ العلمي. طب كيف يخاطب وهو غير موجود؟ بالنسبه لنا نحن، اما بالنسبه لله تعالى لا نقول فيه. موجوده في العلم. موجوده في العلم. كنه الحقيقة وصلنا عند هنا ينكشف صفتان أزليتان. ينكشف تقدم ما في الانكشاف. ينكشف يتخذها مش على انها يعني قبل ذلك كان غير منكشف، ده صفة بيانية مش ابتدائية. يعني هي من شأن هذه الصفة انه ينكشف بهما. طب هل كان غير منكشف؟ لا يقال هذا، بس هي تقريب العبارة. وخرج به اول ما قال ينكشف يبقى هذا قيد تخرج به ايه؟ القدرة. نعم. القدرة ليس صفة ايه؟ انكشاف. وتخرج به الايه؟ الارادة. وتخرج الايه؟ الحياة. يبقى خرجوا كم صفة دلوقتي؟ ثلاثة. ايه الباقي؟ الكلام باقي الكلام والسمع والبصر والعلم باقي أربعة. إذا خرج بكلمة ينكشف ثلاثة، ولما قال جميع الموجودات خرج اثنين اللي هو العلم والإيه؟ والكلام. والكلام اللي باقي كام؟ اللي هو إيه؟ السمع والروح من العلم والسمع. طيب يا مولانا الكلام ما خرجش ليه بانكشاف؟ نعم؟ الكلام ما خرجش ليه بانكشاف؟ هو بيقول كان خرج بجميع الموجودات العلم، لأن العلم ايه؟ صفة انكشاف. نعم. تكلمنا عنها. نعم. صفة انكشاف. لكن الكلام فيها ايه؟ فيها كذا تعلق، في امر وفي نهي وفي خبر. يعني من بعض التعلقات، وسيأتي توضيح هذه بعد قليل. والانكشاف بهما بإيه؟ السمع والبصر. أخص أهجل الكلام
أخص من الانكشاف بالعلم، فكل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم. عشان كده قلنا ايه خرج الايه، لانه العلم متعلق بايه، بجميع الاقسام، العلم جزما والكلام الثاني تعلق بايه بسائر الاقسام. يبقى العلم يتعلق بما يتعلق به الكلام ولا ما يتعلق شيء، يخرج ولا ما يخرجش زي ما خرج العلم، نفس التعلق. العلم والجزما والكلام الثاني تعلق بسائر الاقسام، لازم يخرج له الكلام مع ايه العلم، لكن من جهه اخرى مش هيخرج. فكل الانكشاف يا مولانا الكلام ما يخرجش، يعني الكلمه ينكشف برضه الكلام يخرج المفروض. ما قلنا مش خرج العلم، العلم من جهه الايه، اول ما قال من جهه الانكشاف القدره والاراده والحاله فيش انكشاف، والعلم مش انكشاف، الكلام مش انكشاف، يبقى المفروض الكلام كان يخرج. بس عشان التعلق بما تعلق، من جهه التعلق بما تعلق به العلم، مش هو تعلق يعني معناها الانكشاف حاصل بالعلم، حاصل في ايه؟ فيما دل عليه الكلام او امر به، نفس التعلق نفس الاقسام، نفس التعلق هو، بس انفرد هذا في الانكشاف وهذا شاركه في التعلق. فالانكشاف بهما اخص من الانكشاف بالعلم، فكل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم ولا ينأى ولا ينعكس. ايه معنى ولا ينعكس؟ يعني قلنا كل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به ليه؟ ولا يقال العكس، كل ما تعلق به العلم تعلق ولكن ينعكس جزئيا، فيقال بعض آيات كده تفهم هذا يتعلق به العلم يتعلق به السمع. يبقى معناها قضية هنا ايه؟ كلية، والقضية الكلية لما تنعكس تنعكس الجزئية، لو انعكس الجزئية هتبقى كاذبة. يبقى عشان تبقى صادقة لازم تنعكس ايه؟ عارفين شروط العكس؟ زي في المنطقة. نعم. تسأل على شيء. مع بقاء الحكم. ايوه لازم يشترط حاجتين في العكس، الصدق والكيف. ايوه الصدق والكيف، هي معنى الكيف يعني كليه. الكيف اللي هو ايه؟ ها؟ الكيف ده الكيف ده، والصدق صادقه وكاذب، يعني ان كانت القضيه سالبه او موجبه، اذا كانت موجبه تنعكس موجبه، لكن مش شرط اذا كانت كليه موجبه تنعكس كليه موجبه، اذا تنعكس جزئيه موجبه بس تنعكس جزئيه سالبه، اذا بقاء الصدق وبقاء ايه؟ الكيف، شرطين في العكس. يعني لو اختلنا شرط يبقى معناها العكس ده ايه؟ غير صحيح. يعني لو مثلا قلنا مولانا كل ناطق حيوان، لو جينا ما ينفعش نقول كل حيوان ناطق. بعض الحيوان ناطق. ده كان الان دلوقتي حتى الناطق مش بينطق. الان دلوقتي. ده مش هينفع العكس. حتى لو كان صحيحا من ناحيه الواقع. يبقى كل ما تعلق به السمع والبصر، ها فاهم كده، تعلق به العلم. طيب هل كل ما تعلق به العلم، ها تعلق به ليه؟ لان احنا قلنا تعلق السمع والبصر بالموجودات فقط، انما ما نحكيهاش عشان العلم اعم. واضح؟ موجودات جزء من الواجب وجزء من لا الموجودات كل ما هو موجود واجب قديم او حادث، انما بخلاف العلم بنعكس بتعلق بالمستحيل ويتعلق بالاقسام الثلاث. فكل ما تعلق به العلم تعلق والبصر، كل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم ولا ينعكس كليا بل ينعكس جزئيا. ايه معنى العباره دي؟ يعني لا نقول كل ما يتعلق ولكن نقول بعض ما يتعلق، او ده الانعكاس به الجزئي، اي ليس كل ما تعلق به العلم تعلق به السمع والبصر، صحيح، بل بعض ما تعلق به العلم، بعض اللي هو قسم واحد يعني، يتعلق به السمع والبصر وهو الموجودات، سواء كان الموجود ده قديم او ايه او حادث. واجب او جائز؟ واجب او جائز. طب ما هو كده ما اختلفوش الا في حراره ايه المستحيلات فقط.
لا وجزء من الجائزة التي لم توجد بعد. فالجائزة الجائزات على قسمين، قسم وجد وقسم لم يوجد، احتمال انه يكون يوجد. عشان كده قلنا بعض، حتى لو كان في دي الفضح وقال بعض ولا طالما ما فيش كل اللي بعض. حتى استعطينه سمع عشر احنا قاعدين نخرج ما خلاص حط انتهى الكلام ما بيجي دوت حاجه في العالم كله بطلوا بس بيجي 80 احس بان ما انه 50 والله تزبط مش 80 يعني حتى لو خلوها 50% برضه كده. الحقيقه انه لو كان في حريه كامله مش هياخدوا غير صفر، حتى هم انفسهم مش هينتخبوا نفسهم، هيحط ورقة في السر ينتخب واحد ثاني وهو مش راضي عن نفسه، بس حب الدنيا رأس كل خطيئة. والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم. شوف يغاير، طب سؤال كده كيف يغاير؟ لا ما ليش هنا، ليس من حقك هذا، المهم تعرف انه الانكشاف بهما يغاير، بس تفهمها كيف؟ افهمها حتى زي ما تفهم في الحلقة بدون تشبيه وبدون تمثيل، لأنك تعرف أن الانكشاف بالبصر يغاير الانكشاف بإيه؟ وأنا مثلت لك حلاوة الصوت لما تعلمها غير لما تسمعها، خلاص؟ والشيء اللي أنت تتذوقه لما تتذوقه غير لما تراه، وقال هذا حلو جدا. لما ورأيت حلاوتها لكن لم تذقها، إذا الانكشاف بالذوق غير بالبصر غير بالسمع غير بالعلم. لو فهمتها كده بس بدون أن تشبه أو تفهم المتصفات اللي هي يعني بدون إمكان ما تبقى بحنان، وإلا مش هنفهم خالص. أو أنت خليك على إيمان إنه الانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم، مش فقط كما ان الانكشاف باحدهما او باحداهما يغاير الانكشاف بالاخرى. يعني مش فقط ان الانكشاف بالسمع والبصر غير الانكشاف، برضو السمع غير البصر والبصر غير السمع، بدليل قوله تعالى وهو السميع البصير. ولو كان البصر هو السمع كان قال هو السميع وخلاص، او هو البصير، لما هو السميع ليه البصير. ولهذا مولانا السمع والبصر السمعيه دليل اسمها. ثم فرع على صفات المعاني في الجمله، اذ التفريع انما يظهر على الاربعه الاول. يعني اقول لك فرع بس يمشيها، يعني لما تيجي تقول مثلا زي ايه صفات التجويد، صفات الحروف اللي هي المستعلى، ايه معنى لما تيجي تعرف الاستعلاء؟ ايه الاستعلاء؟ ارتفاع جزء او طائفه من اللسان الى اعلى عند النطق باحد حروف الاستعلاء. لما تيجي تطبق تجد الارتفاع ده مش بيكون في حروف الاستعلاء كلها، لانه مثلا القاف دي من اقصى الايه؟ اللسان، وهي من حروف الاستعلاء كده؟ خص ضرب قذف، ومع ذلك لا يستعلي اللسان. وتجد ايه من حروف الاستعلاء ايه؟ الخاء، والخاء حرف حلقي ده مش من اللسان اصلا. وتجد حرف ثاني اللي هو ايه؟ الغين كده، حرف الاستعلاء. او ثلاث حروف فيهم حرفين من الحلق وفيهم حرف، يعني معناها هذا التعريف لا ينطبق الا على اربع حروف مش على السبعه. هم اللي خلى الكل قال لك تغليب من باب الايه؟ التغليب. فهنا لما جاي يفرع اذا التفريع في الحقيقه مش هيكون غير على اربع صفات، ما هم سبع، وهنا قال لك فرع على صفات المعاني، وهو في الاصل التفريع على اربع وليس على السبع. واضح؟ احنا ليه عرفنا التعريف ده؟ طب احنا كنا ممكن نقول يعني تعريف يدينا مغايره ما بين الصفات الثلاثه، يعني هو هنا قال ينكشف بكل صفه كل الاشياء. طب احنا كنا ممكن نقول مثلا السبع، ما قال كل الاشياء، كل الاشياء الموجوده الموجودات ماشي، بس ده احنا دلوقتي ما برضك ما وجدناش ما بينهم تغيير. احنا ممكن نقول بالسمع ينكشف الاشياء التي تسمع، وبالعلم الاشياء التي وبالسمع. مش هينفع، مش هينفع ليه حياتي لازم الكلام بيثبت ان الثلاثة واحد.
لازم الكلام يقول ان الثلاثه واحد. اصبر اصبر هتجد ان اللي قلته ده هيقول لك يعني معناها السمع ده تنكشف به الاشياء الموجودات بس المسموعه اللي هي الاصوات يعني اللي هي الاصوات مش كده؟ هيقول لك لا برضو الموجودات اللي هي الذوات تسمع لا مش اصوات. وهيجي بعد كده في البصر هتقول ايه؟ هتنكشف به المبصرات يعني الاشياء التي ترى. طب هل الاصوات ترى؟ نعم. هيقول لك برضه هتنكشف الاصوات بالايه؟ بالبصر. نعم. مش ده سام وده سام؟ نعم. مش هذا انكشاف سام؟ طب لو كان ما يتحققش به الانكشاف يعني خذ بالك خلينا في العلم، العلم انكشاف سام. هتنكشف به المعلومات مش من جملتها الاصوات والمسموعات. يبقى معناها لو كانت الاصوات والمسموعات دي خاصه بالبصر بس وبالسمع وما تنكشفش بالعلم يبقى انكشاف العلم ناقص. ولو كان حينكشف للبصر فقط المبصرات يبقى انكشاف ناقص مش تام. ولو كان حينكشف للسمع المسموعات فقط يبقى انكشاف ناقص. ده لازم ينكشف بده كل الموجودات بما فيها الذوات مش الاصوات. وبهذا كله عشان ده تام لان هذا تام وهذا تام والعلم من قبلهما تام. طب ليه مخليها تام؟ ما هو الصفات اللي هي تام. ليه تام يعني؟ ما انا ممكن نقول المبصرات فقط وبرضك تكون تام بالنسبه للسام. ده هذا للحوادث لانك انت لا يمكن انت ترى الاصوات انما هو يراها لانه انكشافك انت نار. هذا بالنسبه للحوادث. بالنسبه من اللي احنا قلنا لك اكثر ما تصل اليه انه بس تعرف انه هذه غير هذه وهذه تختلف عن هذا فقط. اما الكون لا، انك لو عرفت الكون انه معنى كده اله انت احط به. ويحصل تداخل في تعلقات يا مولانا. فين؟ تعلقات احنا التداخل. ده بالنسبه لنا احنا التداخل ده. احنا قلنا الموجودات. مولانا نقول يا مولانا ان البصر والسمع من جمله العلم. ما ينفع ما تقولش انما الان امنا وصدقنا ومؤمنين قبل الدرس. بقول انا قبل الدرس الان جئت بالحق لا ومن قبل الان. فاحنا نؤمن ونعتقد بانها صفات كل واحده مستقله وان الانكشاف بهما يغير الانكشاف بالاخرى. اما الكيف والكون والحقيقه لا نعلمه نسكت عنه ولا يخذون به علما لانه لو علمناه. ثم فرع على صفات المعاني في الجملة إلى التفريع إنما يظهر على الأربعة الأول. إيه الأربعة الأول؟ الحياة والعلم والقدرة. لا العلم والقدرة والإرادة والحياة. الإرادة والحياة. فهو الإله أهدى كده أهدى التفريع اللي الفاعل ما فعل إيه؟ فهو الإله إيه؟ أهدى البيت الفاعل المختار كده؟ نعم. لما قال كده كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. هذا التفريع يعني جاءت هذه الفاء بعد قوله الكلام والمقصود بها مش تفريع على الكلام وعلى السمع والبصر وإنما تفريع على الأربعة التي كانت قبلها. مفهوم ولا لسه؟ نعم. طب ما قالش ليه على الأربعة؟ قال على صفات المعاني. ها؟ تغليبا 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 زي المثال اللي بيجيبه لكم بتاع حروف الايه؟ حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء يقول لك ارتفاع طائفة من المكان إلى الحلق. قول له تعالى طب ده ليه رأيك في حروف في الحلق؟ طب القاف. وأنت تقول القاف لا القاف دي عكس اللسان. وما قالش ارتفاع اللسان ده قال ارتفاع طائفة من اللسان. لانه اللسان كله مش بيرتفع ده بيرتفع الجزء الايه؟ المتقدم اللي هو قريب الى الشفتين مش الجوع. الجوع ده ثابت فكانه في جزء في اللسان اللي هو الداخل ما بيرتفعش بيرتفع ايه؟ الجزء المقدم. فهو الاله الفاعل المختار. الاله يعني المعبود بحق. الاله يعني فاكرين احنا لما اتكلمنا على اسم الجلالة آلهة من يعني هو اصله ايه؟ آلهة ودخلت عليها الالف واللام وحذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام بقي الله. وبعض قال ده اصله مش آلهة اصله لاها
كلمة بريم ولا لا لا ده فيها سد معنى اتكلمنا عليه لها فدخلت عليه الألف واللام وأظهرت اللام في اللام دي الله ولذلك لفظ الجلالة في كم حرف أربع خمسة حروف لأنه عندك إيه في الكتاب يعني ألف ولمين تمام كده وفي الحقيقة ما ننطقش بلمين بننطق بلام واحدة مشددة الله الله زي تقول لك فخم لام الجلالة يقول لك اللهم لمين أفخم الأولى ولا ما فيش حاجة بني آدم الأولى هي لام واحدة الأولى دي اللي بتكتب بس فقط لكن إيه في النطق تجد اللام الثانية مشددة إذا معناها الأولى مدغمة فيه في الثانية وبعدين الله فين الحرف حرف واحد اثنين اللمين وبعد كده الهاء فين الحرف الخامس اللي هو الألف اللي قبل الهاء تقول الله ولا الله أعضائي ده الألف ده ولذلك يقول لك لو قال لا إله إلا الله إلا الله إذا ده لم ينعقد التوحيد ولا الدخول في الدين إلا الله إذا الطبيعي ده ألف لو قلت ده ألف صغير لو تقول بعد الشدة الألف الصغيرة دي هي اللي بعض الناس يقول لك الشيخ عبد الله عبد الله ده مش عبد الله مش عبد الله الله ده حذف الايه الألف اللي قبل الايه الهاء وكويس اللي سموه عبد الله زي الملك عبد الله في ملوك اسمه عارف احسن الملك عبد الله فين فهو الاله يعني المعبود بحق ها خلاص كده المعبود بحق طب اخرج معبود بغير حق يبقى اله بس اله باطل وده نعم باطل يعني مش اله ما من اله الا الله طب ليه ام الاله دي ايه دي اله ايوه سميتموها انتم ولكن هي هل هي تخلق هل هي ترزق هل عبادتكم لها عبادة بحق هي فقط ليس لها من الألوهية إلا له وزي ربنا قال إن هي إلا أسماء يعني ما فيش مسمى ارزقني ما فيش اخلقني ما فيش بس اهلكني ما فيش إيه اسم فقط إيه ليس ده معنى إذا معناها فين الألوهية ما ليش إذا ليس إيه معبود ليس بحق فهو الإله أي المعبود بحق الفاعل المختار إيه معنى الفاعل المختار يعني هو فاعل وربك يخلق ما شاء ويختار بس هي الفرق إنه في فاعل مختار وفي فاعل غير مختار إيه الفرق بينهما المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك أو ده الاختيار والذي تجد كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى اختيارية كده يهدي من يشاء ويضل اختيار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء يهب لمن يشاء يغفر لمن يشاء يتوب على من يشاء يعني كل افعال اختياريه ده معنى المختار يعني الذي ان شاء فعل وان شاء ترك وربك يخلق ما يشاء ويختار طب لماذا قال الفاعل لا خلينا احنا نتكلم هنا في اختيار الله وليس في اختيار الإله وربك يخلق ما يشاء ويختار لماذا اثبت له الاختيار هنا قال لانه تعالى فاعل بالاختيار ردا على مين على الفلاسفه الذين قالوا انه فاعل بالطبع طبعين او بالعله اذا قال مختار لا انه فاعل بالطبع الفاعل بالطبع ايه اللي يقول بالطبع ده كافر اللي يقول بالعله كافر ومن يقول بالطبع او بالعله فكافر كفر عند اهل المله فلا انه فاعل بالطبع او بالعله خلاف للفلاسفه الملعونين ليه اذا ثبت كفرهم جاز لعنهم ولما قال الملعونين
ليخرج الفلاسفة اللي هم آمنوا أو صدقوا أو لم يقولوا بالجبر أو لم يقولوا بالعلة في فلاسفة المسلمين. والإمام أبو حامد الغزالي لولا أنه فرع الفلسفة وعرف مداخلها لما استطاع أن يرد على الفلاسفة. مولانا كان ابن سينا والسكندري والفراغ. ولذا قالوا بقدم العالم. يعني واحد يسأل سؤال، لماذا قال الفلاسفة بأن العالم قديم؟ الجواب في كلمة واحدة، لأنهم نفوا عن الله تعالى الاختيار، هو فاعل بالعلة. يعني وإذا كان تعالى علة إذا يلزم من قدم العلة قدم المعدول، يبقى لا يكون مختارا إلا إذا سبق العالم بعدم. ما قالك إن شاء فعل وإن شاء ترك. يبقى لو كان العالم قديم مع إيه معنى إن شاء هو موجود معه. يعني مثل إن شاء الله تعالى يخلق العالم يخلقه، يعني إن شاء تعالى خلق العالم خلقه، وإن شاء عدم خلقه لم يخلقه. هل يمكن أن يقال هذا الكلام إذا كان العالم قديم؟ لا، ملوش معنى الكلام ده. يبقى معناها لا بد من سبق العدم عشان نثبت الاختيار. فإذا نفينا الاختيار قلنا بخلاف العالم. ليه؟ لأنه علة ومعلول، ويلزم من قدم العلة قدم إيه؟ المعلول. وهم قائلون بذلك لا ريب ولا محالة. وذلك نقل الإمام الغزالي وعظم الغزالي بحجة الإسلام، يقول الذي استقر عليه جماهير الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين القول بقدم العالم. إيه معنى قدم العالم؟ يعني أن العالم لم يزل موجودا مع الله تعالى معلولا له غير متأخر عنه بالزمان. يعني زي العلة، هل هناك فرق أو زمن بين العلة والمعلول؟ ما فيش. يعني نعم ما فيه. إنما يقول تقدم الباري سبحانه وتعالى على العالم، فإن ربنا متقدم على العالم بس ليس بزمن، وإنما تقدم العلة على معلولها كتقدم في الرتبة، لكن في تلازم في الزمن. أخذ كلام من الفلاسفة. طب من أين جاءهم؟ لأنهم نفوا عن الله الاختيار، فعندهم تعالى فيه خالق وقادر ولكن بالإيجاب، يعني بالإيجاب مش بالاختيار. وطالما هو ما عندوش اختيار يبقى إيه معنى إنه العالم مسبوق بعدم؟ كلام فارغ، كلام عندكش اختيار، لازم تخلق. وجد الخالق يوجد المخلوق، وجدت العلة يعني العلة والمعلول يدوران مع بعضهما وجودا وعدما. يعني اذا انعدمت العله ما فيش معلول، واذا عدم المعلول ما فيش، هذا معنى وجود المعلول. نعم. طب من نفرض انهم قالوا يعني هو مختار وشاء ان يكون العالم قديم معنا مولانا؟ صح، سؤال كده، متى شاء ان يكون العالم قديم؟ والعالم قديم مش هتنفع قبل عدم. انت كده في نقطه العدم، اذا كيف يشاء يكون قديم؟ يعني هم بقول لك هو شاء ان العالم يكون قديم معه. القديم ده ما يدخلش في المشيئه، المشيئه معناها اختيار، مش داخل في الموضوع ولا بعد صحيح ما تتعلقش. لو حقوا نقولها نقول لهم هو لما شاء ان العالم يكون قديم كان العالم موجود ولا ما كانش موجود؟ مثلا هقول لك ما كانش موجود، كيف تقول قديم؟ اذا ما دام سبق بعدم كيف تقول بالقدم؟ وقدم معناه عدم، سبق العدم، وهذا تناقض في العقل وخلل في الفكر وطمس في البصيره وعمى في البصر. بيقولوا كلام مش مهم. ونفوا اهل الفلاسفه سبق القول بقدم العالم اللي مش فاهم حاجه يسال فيه، مش هنحكي راسه. وحتى لو استعصى الامر علينا نواجهه ونسال فيه من هو اعلم اصابه كل بعلمنا. المهم يعني لا تسمع فقط ولكن اسمع. سبب قول الفلاسفه بقدم العالم انهم قالوا بايه؟ ها؟
بنفي الاختيار. وما دام نفوا الاختيار بعلم لانه بين العله والمعلول ما فيش اختيار، لانه يلزم من قدم العله قدم المعلول، واضح؟ نعم. ونفوا عن الله تعالى صفاته الذاتيه وهو مذهب باطل وكفر صراح. ايه الصفات الذاتيه اللي نفوها عنه؟ المعاني، صفات المعاني، وهو مذهب باطل. وما يدل على بطلانه تنوع العالم الى انواع مختلفه، فبعضه هو بيتكلم هنا على ايه يا جاسم؟ على اثبات النقطه الاولى اللي هو نفو عن الله تعالى الاختيار. فاللي يقول لك على مما يدل على ان كلامهم في نفي الاختيار باطل، تنوع العالم الى انواع مختلفه، لما يكون ما فيش اختيار يبقى معناها ايه؟ ما فيش تنوع، كله على اسطمبه واحده. لكن بيقول لك الانواع، العالم على انواع، بعضها جماد، يعني كان لو ما فيش اختيار كان كله جماد. انما ايه اللي خلى بعض العالم جماد وبعض العالم حيوان وبعض العالم نبات وبعض انسان؟ اذا معناه اختار ان احنا نكون من القسم اللي هو فيه حياه حيوان، مش من الجماد ولا من النبات. هذا دل على ثبوت الاختيار ولا على نفيه؟ لا. يبقى بعض العالم جماد وبعض حيوان وبعض ظلماني وبعض نوراني وبعض حلو وبعض مر الى غير ذلك، كما اشار له الكتاب العزيز في كثير من الآية. فين الاشارات اللي في القران؟ اسمع، قال تعالى هكذا الآية في عنوان وفي الأرض قطع جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ورمح مشتبه. طب بالله عليك لو كان عندهم على الكفر يبقى يسقى بماء واحد ويطلع كده مختلف وده حلو ويبقى معناها اختيار. ولو كان علمك ده كله ماء واحد، يعني جبناش هنا ماء بسكر وهنا ماء جبنا سكان الزرع هنا بعصير برتقال، ده كله بماء واحد، ومع ذلك خرج بعض ان ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا. وده الاختيار. لكن لو كان ما فيش اختلاف يبقى ما فيش ايه؟ شوف كده يقول ايه؟ ونفضل بعضها على بعض في الاكل. التفضيل ده اختيار، يعني فضل هذا على هذا. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كأن الفلاسفه الذين قالوا بغير الاختيار قالوا بنفي العقل، لا يعقلون. فهذا والغريب انهم هم بيقولوا احنا اعقل طبقه في العالم، ما حدش بيفهم ولا يعقل زيهم. اتضح انه محدش لا يعقل ولا يفهم الا هم، لانه مش ممكن يغلط من حاجه الواقعه اللي هي زي الشمس. لكن يهدي الله ليه لنوره من يشاء. يبقى العوام اللي هم ناس بسطاء اللي هم مكفوفين وعمي وكذا وعندهم عهات يفهم احسن منهم؟ لكن ده مش بعقولهم. ده بنلاحظ ايه؟ لانه لو كان مثلا عقل كان الفلاسفه فهموا القضيه. ربنا اخترنا وهم يقول يا مولانا ان العله كمان لا يصدر عنها الا واحد. كان العقول العشره بكلام في العقول العشره. يعني هم اقروا بان العله يصدر شيء واحد. شيء واحد، ومع ان الشيء اللي صدر مش واحد. فهذا يشير الى ان هؤلاء الحمد لله انا ما قرات هذا. فهذا يشير الى ان هؤلاء الخاسرين ليسوا بعقلاء. انا ما قرات هاشم. هو الشيخ اللي قال والله انا ما شفتها. بيقول فهذا، انا قرات الايه، فهذا يشير الى ان هؤلاء الخاسرين ليسوا تلميح القران. ان في ذلك الايات لقوم يعقلون، يعني اللي حيستفيدوا يتدبروا والعاقل واللي غيره. بيقول لك كده، شوف يعني انتم مش بتحاكمونا الى العقل. تعال فعل العلة والطبيعة هل يكون الا واحدة؟ مش كده؟ لو يعني مطبوع الطبيعة واحد ومعلول العلة واحد، فلو كانت الاشياء دي معلولة لعلة
حيث معناها ايه؟ كلها واحدة، ولكن هناك اختلاف وتباين وتعدد وتنوع عظيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوان، إن في ذلك لآيات لمين؟ للعالمين بكسر اللام، أو للعالمين. إذ فعل العلة والطبيعة ليس إلا شيئا واحدا غير مختلف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب لو ما كان، لو كان الخلق واحد إلا يبقى كلنا حنبقوا يا إما إبل يا إما حاجة كده واحدة كده، ما يبقاش فيه تفاوت. لكن شوف الإبل كيف، والسماء والجبال وإلى الأرض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج. شوف زوج يعني صنف، أزواج يعني أصناف، والسورة الواقعة كنتم إيه؟ أزواجا ثلاثة. طب كيف الأزواج ثلاثة؟ اثنين زوجين اثنين، يقول لك يعني أصناف ثلاثة. إذن أزواج يعني أصناف، لهم إيه؟ أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة والسابقون، هم الثلاثة. يقول كنتم أزواجا إيه؟ وجاء في آخر السورة خلاهم ثلاثة برضه. فأما إن كان من المقربين، من كان من أصحاب اليمين، من كان من المكذبين، ثلاثة ولا ثلاثة فخيرة إيه؟ ثلاثة. عجيبة السورة سبحانه. لو لو واحد من الناس اللي بيقولوا بالعلة وبيقول إن العلة تعدد، تعدد العلة، يقول بتعدد العلة أو بتعدد الطبقة، لا هم ما يقولوش الثلاثة بتعدد الله، يقول واحد بس بيسموه علة. لو قالوا بالتعدد ممكن يبقى كده ليهم وجه، لو ما يقولوش ده بيقولوا علة واحدة، ما يقولوش بالتعدد. كل المخلوقات معلول لعلة واحدة ومطبوع لطبيعة واحدة، ما قالوا بتعدد العلل ولا بتعدد الطبيعة. مين قال لك كده؟ يعني انت بتفترض هيطلع فلاسفة جدد هيقولوا بتعدد العلل؟ لا، مثلا لو واحد بيقول ده هم اذا كانوا بيقولوا حتى الخلق العلة الواحدة ليه ما يصدرش عنها غير واحد؟ والواحد يصدر حتى ما يقولوش انه يصدر عن الواحد الكثرة، قال لا يصدر عن الواحد الواحد لحد ما سلسلوها العقول العشرة وبعد كده جات الكثرة. طب بالنسبة للطبيعيين اللي هم بيقولوا بالطبيعة، احنا بنستدل بان على الخلق سبحانه وتعالى، على تعدد الخلق بالجبال او الابل او الشجر او ما الى ذلك، كل انواع. طب لو واحد قال يعني ان احنا ما جيناش في مره مثلا لان شجره البرتقال بتطلع رمان، دي دليل على ان العله واحده، ان هي دايما بتطلع برتقال. وانت تبص ليه للبرتقال والشجر الباقي؟ انت حركت الشجر في العالم كله. ما ينفعش المثل مع وجود الناقل، الخلق نفسه متنوع. انت نظرت الواحده في كل شيء عين. اذا كان ربنا قال قطع متجاورات وهي مجاوره بعض وتسقى بماء واحد، ليه انت بصيت للليمون فقط وقلت دائما يطلع من البندق بزراعه الليمون هيطلع فيه بطل؟ هو يقصد بقى انا حاسس ان البرتقال انواع، لكن الشجره الواحده بتطلع شيء واحد. الشجره الواحده بتطلع شيء واحد، يبقى كل شجره لها علم، كل شجره لها علم، لها المنفرد، او كل مخلوق له علم. ده هو هي لو كان الشجر واحد، لما فوق شجر واحد تمام وطلع شيء واحد، وبعد كده الشجره الثانيه يعني لما تنظر نظره شامله لا تنظر الى شيء واحد. ده ربنا خلاك نوع عليك النظر الى الابل الى كذا، يعني ما اقول الى الابل فقط، وانت ما بعرف تنظر الى الابل خلاص تبقى انسان بدوي متخليك. انظر لبقيه المخلوقات الى السماء والى الارض والى الجبال، يعني نظره متنوعه. لا يصح هذا السؤال. نعم. حتى لو حط الايمان الكلام ده يبقى اوقف الشرك، يبقى عدد الالهه. وما قالوش كده، لم يقلوا لو افترضنا. يعني احنا اصلا كلامهم مش عارفين نقل اللي هم قالوه، فنقل كلام ما قالوه لما يقولوه. يعني هم كلام لسه لم يقلوه، كيف نتكلم في ليه رد؟ نعم. لما يقع المشكله حسبي الله ونعم الوكيل. مش هم اللي قلنا ان العدد كده قديم كده النوعين؟ لا، ده حاجه ثانيه. خلينا هنا بس عاوز على الملف الثاني. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج. يعني ادله الاختلاف والتنوع معروفه وموجوده، اختلاف السنتكم ولا نعم. ولكن
من يضلل الله فما انت ولكن من يضلل الله فما له من هاد. ومما بنوه على مذهبهم عدم المعاد الجسماني. يعني الفلاسفة قلنا عندهم ثلاث مسائل كفرهم فيها الإمام محمد الغزالي، وفسقهم أو بدعهم أو لعنهم أو شتمهم أو بللهم في 17 مسألة موجودين في كتاب التهافة. التهافة من ثلاثة من الإمام المحامي الغزالي كفر فيها الفلاسفة، قولهم بقدم العالم وإنكار الحشر الجسماني وإنكار علم الله تعالى بالجزئيات. هذه الثلاثة والباقي شتمهم كده. ولكن من يضلل الله فما له من هاد. ومما بنوه على مذهبهم عدم المعاد الجسماني، فقد زخرفوا مذهبهم بشبه ظنية خيالية. شوف التشبيه، كشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فضلوا وأضلوا حتى ظن كثير من الناس أن هذه زخارف علم، بل فضلوا المتمسكين بها على علماء، بل فضل مش فضل الثاني، فضل بل فضل المتمسكين بها، لأن هم يظنون هم أعلم الناس وأذكى الناس وأفهم الناس، وفضل المتمسكين بها على علماء الشريعة. كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، كلا لو يعلمون يا بعد تعلمون. ده هم يعني في منزلة ثانية. وذلك بعض الناس يفهم ايه انه اللي بيدرسوا في قسم العقيدة والفلسفة دول ناس مثلا ضالين وحول، ده هم يدرسوا ليقفوا على الشبهات ولنقدها وبيان عورها وفسادها. لا بد من التوسع في مداخل الخصم حتى نعرف من اين اتت الشبهة. يعني هو الخطأ اللي احنا واقعين فيه عدم التفرقة بين علم الكلام وبين علم العقيدة. يعني ده اللي بندرس ده اسمه علم الايه؟ الكلام. تلقى ايه الفرق بين علم العقيدة؟ علم العقيدة ده سهل جدا، من اللي هي اركان الايمان. اركان الايمان الستة، مش هي العقيدة؟ امال بالله وملائكته وكتبه. امال علم الكلام ده احتياج وحماية للعقائد من كلام الفلاسفة والطبائعيين والضالين والملحدين. فبندرس ليه الفلسفة والمنطق؟ عشان نعرف الشبهة دي جت لهم منين، وهل ترد الفكرة إلا بنفس الفكر. والإمام الغزالي درس الفلسفة ودرس الأشياء دي حتى يعني يحاربهم بالسلاح اللي هم يرفعونه، ولا سلاح الأدلة العقلية المنطقية. لو أنت ما تعرفهاش هذه لا يمكن. وذلك هو شوف، لا يمكن يوجد افضل من علم التوحيد ابدا. كل العلوم خادمه له، خلاص خادمه له، لانه متعلق بالذات والصفات. بعض الناس يقول لك انا لا خليني بعيد. بعيد ليه؟ لازم تفهم خايف من ايه. مره واحد يقول لي عم انا العقيده اللي بعتقدها اقول هو الله بس، يقول الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يقول تعالى انت بتعتقد ان الله احد ولا واحد؟ راح بصدق. قلت له مش ربنا قالوا الهكم اله واحد؟ وانا قال قول الله احد. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لي مش عارف. قلت له ده اسم انت مش عارف حتى تقول والله احد تقول عليها ايضا مش عارف، لانك لم تفرق بينها وبين بين احد وبين ايه؟ وبين واحد. يبقى الدراسه دي مهمه عشان نفهم بيها. طب انا افرض تعلمت التجويد وتعلمت القراءه وتعلمت كل العلوم وانا هنا على ضلال، والله ما له لك. ولم يكن لله تعالى وليا ولا عالما في الارض يخطئ في هذه المسائل، والتقليد ما ينفعش فيها. اذ من ايه؟ اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديده. ممكن يفوت فيها التقليد ينفع، لكن التقليد لا.
يمكن يقول يا رب انا حاعجز ومش حقدر وكذا، لكن احنا مؤمن بها على اللي انت كده تمام حلو معانا. ها اللي هو التقليل، انما تقليل لا، انه اقل شبهه خلاص ارتد في الحال. يقول خلاص ما علمت لكم من اله غيره. يقول في قول الامام ومما بنوا على مذهبهم عدم المعاد الجسماني. طب هنا دلوقتي هو اثبت علاقه بين المعاد الجسماني والقول بالعله والمعلومه، هو في علاقه ما بين الاثنين في كلامهم عشان يقولوا بعدم الجسمانه بناء على القول بالعله والمعلومه؟ لا، هو يقول لك مذهبهم في ايه؟ انت ارجع الكلام من بدايته. مذهبهم في قولين بالعله والمعلومه. لا هو مذهب الفلاسفه هنا نفي الاختيار، نفي الاختيار كده؟ نفي الاختيار. جاي معنى يعني هو سبب انكار المعاد الجسماني راجع لنفي الاختيار. يعني تعالى هو لازم يخلق تمام، خلاص نفي الاختيار عن الله تعالى. طيب. خلاص اللي معناها حذف له انه شاء ان يخلقه ولو شئنا لاتينا بل هذا وهذا هذا وكلف هذا. هذا مبني على نفي الاختيار. واضح؟ نعم. وبعدين كمان في حاجه ثانيه تأيد كده. خد بالك لما العالم قديم يبقى معناها مش حينعدم. لما مش حينعدم البحث معناه ايه؟ معناه انه العالم ينعدم وبعدين ايه؟ يعاد الخلق. طالما ما فيش انعدام ما فيش بحث. اذا كان الحشر الجسماني ما فيش حاجه عظيمه. نعم. شوف جت فيه؟ طب مولانا برضه يعني هو عندهم العالم ده مش حينتهي ابدا قديم، يعني انا حيظل هكذا ملازم لوجود الله عز كده من العالم. يبقى معنى كده انه العالم مش حياتنا. طب وطالما مش حياتنا البعث معناه ايه؟ معناه خلق العالم مره ثانيه كما بدانا اول ادعينا بخلق العالم. هم مش مؤمنين بالموضوع ده. يبقى لازم ينكر البعث. انه العالم عنده مش حياتنا. القديم لا تمام؟ طالما ما فيش بعث احنا بنقول الحشر اللي حيكون فين؟ بعد البعث. بعد البعث، ما فيش بعث. ما فيش بعث ليه؟ لانه العالم ما يفناش ليه؟ لانه قديم. شفت كده؟ وضحت ولا لسه؟ رد عليه. طب يا مولانا كده برضه بقى المفروض نفي الحشر الروحاني برضه. هم اثبتوه. فين؟ النفي هو بيقول هنا برضه اثبته، واما المعاد الروحاني فيأتون به. ممكن يثبتوه برضه. لا، لانه الاجسام مثلا هم بيقروا بانفصال الاجسام في عن الارواح. مش بيموت هم ولا ما بيموتوش؟ بيموت. فكيف يمكن به؟ ده حاجه مشاهده الموت بالذات. يعني قضية سلم بها المؤمن والكافر، فانفصلت الأجساد، وعنده الأجساد أكلتها الدود والتراب، إيه اللي باقي؟ الروح، فعشان كده قالوا بحشر الأرواح. واضح؟ نكمل؟ نعم. بيقول بل فضلوا المتمسكين بها على علماء الشريعة كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون. واعلم أن من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمة أقلها كثرة بس اللي داخل بحماية ومحصن وفاهم الأدلة ما يبعد عن كلامنا. ولو جابوا له ألف مليون ألف فيلسوف مش هيضلوه إذا كان إيه على يقين. إنما إذا كان المسائل عنده خاضعة للبحث والنظر والتردد ممكن ربع فيلسوف يخرج من الملك. بالشرط يعني اثنين ولا ثلاثة. يقول لك من اشتغل. نعم. الله أكبر. الله أكبر.